ملك كنت متوقعة لمايا هذا المعدل؟ والله أنا حكيت هذا الحكي أنا دائما كانت كل تسألني إنه مالك أنا ما أقول أجيب 99 كنت بس أحكي لها I trust you. أنا بوثق فيكي، فعن جد شكراً إنك إنك كنت قد توقعاتي وما خيبتي هاي الثقة، فكنت كنت متوقعة يعني لأنها كانت حاطة هذا الهدف وحتى كاتبيته على موبايلها على بالغرفة على الباب أي أصوبة. مكان على الصوبة كمان كل مكان. <applause> كل مكان كل مكان كل مكان بدرس فيه كنت حاطة فيه 99 يعني حتى لآخر آخر أيام لما ماما كانت تدرسني اه <applause> اخر ايام ماما ما كانت تدرسني كنت دائما امسك القلم واكتب على ايدي 99 اه اه وير كنت اكتب يعني حتى بال على الشباك لما كنا نكتب اسامينا هي تكتب 99 هيك <applause> 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 يعني بكل مكان خصوصا هلا آه. مع ال كنت مهووسه بالرقم لما كانت الدراسه عن بعد فكنتي بالبيت فكنتي مستفيده من هذا الموضوع انك تحطي 99 اه حتى كمان على اسمائي على السوشيال ميديا على كنت <تصفيق> 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 احط مثلا مايا 99 كل شيء 99 كل شيء يا اه هيك تحفيز يا عيني ممتاز آه. طيب ملك برضه انت كنت متفوقه هلا احنا بدنا ننسى شويه التوجيهي تبع ملك آه. لانه هي فتره مرينا فيها بس انت كمان جبتي 96 بالتوجيهي 94 94 94 برضه حلوين يعني آه. ال 20 كمان حلوين آه. طيب آم. ملك هلا إنتي عم تدرسي بالجامعه الاردنيه تخصص, <applause> اللغة تخصص اللغه الانجليزيه تخصص <applause> اللغه الانجليزيه كيف هلا تجربتك عم بتكون بالجامعه الاردنيه بالدراسه كمان؟ والله هي تجربه يعني كثير يعني حلوه عم بستفيد بصراحه بحسيت الجامعه بتحسيها بتوعيكي اكثر من ما انت بتدرسي او بتتعلمي، يعني بتوعي بتنضجي بتعرف كيف تتعاملي مع الناس، م. فهذا الاشي ممكن بيفيد اكثر خصوصا بال... بتعليم اللغات يعني شوي بيكون الموضوع يعتمد عليكي انت، لما تيجي تتعلمي لغه يعني جهدك انت قد ما درسوكي بالجامعه، اذا انت ما اشتغلتي على حالك ما حتنجحي، حت فحسيت الأخد انا ما كنت ماخذ الجامعه كتجربه الي اني انا استفيد فيها بشخصيتي يعني اثقل شخصيتي اكثر، اعرف حالي انا شو بحب شو بكره وهذا <applause> <applause> عم بتشجعي مايا انها تروح لتخصص الانجليزي والاسباني بالجامعه طبعا اكيد يعني م. هو زي ما حكت مايا حكت لي قبل شوي هي طموحها غير بس انه خلينا نحكي على الشيء الموجود يعني مايا كثير منيحه بالانجلش يعني هي كانت تدرس تطبيقي زي زي تخصصي بس انا حكيت لها حرام يعني تضيعي اربع سنين من عمرك على <applause> <هايشي> شيء انت <applause> بتدرسه <applause> يعني انت كثير يعني ما شاء الله اشطر مني مرات بحس فانه حكيت <applause> <applause> لها لا خلص ادرسي لغه جديده لغه انت بتحبيها وبرضه الاسباني كمان من اهم اللغات بالعالم طبعا يعني. اه طبعاً كتير ممتاز طيب مايا بتتذكري لما كنت معنا قبل كم من سنه أنتي وملك ملك كانت جايبه هذا المعدل بالتوجيهي 94 وغنيتي لها انت وحيه قلبي وافراحي اه زي كانه انت كنتي متوقعه يعني انت غنيتي لملك ولكن الان نرجع مره ثانيه نغني كلياتنا رح اعطيك الميكروفون عشان انت صوتك احلى صوت طبعا فينا اه ثانك راح أعطيك الميكروفون عشان نغني وحيه قلبي وافراحه <applause> انا وياكي وملاك <applause> انا وأنا وملك يمكن <applause> <applause> شوي صوتنا <applause> <نراحي> يكون <applause> اخف بس انت صوتك بده يكون اعلى هاي الميكروفون تفضلي اوكي اوكي مايا يلا تفضلي نغني وحية قلبي وافراحه يلا اوكي 3 2 1 نغني لمايا وان شاء الله غني لحالك غني لحالك افرحي بنا وحية قلبي وافراحه لازم احكي تفضلي اوكي وات ايفر تفضلي اوكي 3 2 1 وحية قلبي وافراحه وانا بمساء وصباحه وحيت قلبي وأفراحه وهنا بمساء وصباحه sing with me. ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه ولقيتني ب... <تضم Statista> I don't remember the <applause> ملك متذكر بتذكر ال... إياها كانت أطول شوي فعلا ما في فرحان oh هي أنا, أنا مش متذكر زمان ما غنيناها وم... يعني حتى لما تعرفي إحنا كنت أحكي هذا الإشي إحنا ما فر... يعني بطلع من يوم النتائج لليوم بحكي لأهلي إحنا ما فرحنا يعني ما لحقنا نفرح من مكان لمكان من يعني الحمد لله رب العالمين هذا إشي فخر إلنا بس بحكي لماما بحكي لها أنا كل لما أصفن إنه أنا ما فرحت بمايا ما غنيت لها ما انبسطت فيها لسه بدكم تهدوا شوي لا آه انا آه يمكن كل لا من كسر الفرحه آه آه اسمعي آه احنا من كسر الفرحه على فكره اه ما حسينا حالنا انه احنا نفرح من يعني آه يعني اه هي صدمة اجت اه اه إحنا صدمة صدمة كانت طادم. بالاوائل اكثر يعني مم. احنا ما كنا نعرف انها هي انها هي من الاوائل مم. ابدا مم. يعني كنا مت يعني متوق كان حلم حلم بعيد نوعا ما مم. بس لما سمعنا اسمها الخامسة على المملكة ما بتتخيلي يعني صرنا هيك ننط بالشارع كنا احنا بالسيارة <applause> اصلا برا نزلنا ننط بالشارع <مشاء الله> ما شاء الله من الفرحة ما شاء الله عليكي ما شاء الله يا ما يمكن كان كثير شعور حلو ما شاء الله عليكي احنا اكيد بنتمنى لك كل التوفيق فخورين فيكي جدا وبدي اياك توجهي رساله لكل الاشخاص اللي سواء في عندهم اعاقه بصريه او اي نوع من انواع الاعاقات بهاي الرساله اللي انت بدك تقدميها انت مثال رائع جدا للانسان اللي بحط مره ثانيه بحكي للانسان اللي بحط فيه له هدف مهما كانت الصعوبات والمعيقات لما احط الهدف واقرر انه انا راح اوصل لهدفي له اكيد راح اوصله بسرعه <applause> <applause> فبدنا نسمع منك هيك كلمه اخيره ورساله لكل الاشخاص اللي عندهم اعاقات وايضا من غير الاعاقات. ايش بتحبي ممكن <applause> احكي احكي ممكن آخذ ممكن منك المقصود؟ اوكي تفضلي اه احكي انه نذينج از امبوسيبل يعني ما في شيء مستحيل يعني مم. يعني ما دامك انت ناوي على هذا الشيء وفعلا حاطه براسك وبتشتغل عليه كثير منيح مهما كانت اعاقتك مهما كانت الظروف اذا تشتغل عليه كثير 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 منيح از هارد از يو كان مش راح يكون يعني خلص يو ويل راح تحققه مم. حلو زي ما انا يعني حققت كمان انا حابه اضيف شيء بعد اذنك انا صراحه كتير شفت على السوشيال ميديا كومنتس يمكن هذا الموضوع خارج موضوع اللي كانت تحكيه مايا بس حابه صراحه من من قناتكم يعني شوي نفهم الناس في كتير شفت كومنتس بتحكي انه هي كيف كفيفه وجابت هذا المعدل كيف كانت تقرا وهيك فبس انا حابه اوضح شغلتين اول شيء لما يكون عند الشخص اعاقه هذا الشيء ما بياثر على قواه العقليه ابدا صحيح. يعني يعني اي شخص مثلا بتنكسر ايده او رجله هل رح يأثر هذا الإشي على على تفكيره؟ لا، فأنا هذا الإشي حابة أوضحه، وثاني إشي إحنا بندرس عن طريق لغة بريل نعم. اللي هي طريقة برايل وموجود عنا كتب، وإذا مش موجود بريل إحنا يعني بنسمع في عنا ريكوردات لكل المواد، فهاي طريقة ما يعني بصراحة كثير شفت كومنتات عن جد كانت إنه إنه يعني بصراحة كانت يعني في كومنت أنا لحديت الآن بتذكره إنه إنه خلينا نترك العواطف على جنب، إنه في علامة استفهام هي كيف كانت تدرس؟ فأنا أنا حابة أوضح هذا الإشي وعن جد نفسي الناس يكون عندها وعي أكثر بموضوع الإعاقة وخصوصا موضوع الإعاقة أنها هي ما بتأثر على العقل فعلا يعني عن جد يعني هذا الحكي أنا يعني بعد ما شفت التجربة أنا عن جد حابة أبلش بحملة توعوية كاملة عن هذا الموضوع إن شاء الله لأنه في كثير نعم. ناس للأسف تنظلم منهم معي بصراحة لا ملك يعني أكيد بالنهاية زي ما حكينا مهما كانت الإعاقة في هناك آه تسهيلات صح وفي فيه. هناك أساليب خاصة نعم يعني بكل شخص بيقدر أنه يلجأ لها بالنهايه بحقق هدفه أوي. يعني هم ما بيعرفوا مايا. انه احنا ب 2021 والتكنولوجي از ادفانسينج <applause> <applause> اكيد احنا 2021 وما أوه. في شيء يعني. مستحيل على اي شخص اذا حط هدفه انا بالنهايه بدي اشكركم شكرا, شكرا لك احنا كمان آه مايا كثير مبسوطين فيكي سعيدين جدا بهذا أوه. الانجاز أوه. أنا اللي كمان انت حققتيه بنتمنى لك كل التوفيق بدنا نرجع نشوفك باخر سنه بالجامعه بنرجع نلتقي كمان مره بدنا كمان تضلكم مواظبين على هوايه أسم yes, لانكم جدا sure. مبدعين فيها وبنتمنى لكم كل التوفيق so. واهلا وسهلا بس فيكم بس بدي احكي كلمه اخيره تفضلي هلا انا صراحه حابه اشكر كل الناس اللي دعمتني بمرحله التوجيهي فيرست mm. اوف اول حابه اشكر مدرستي آم مدارس ايلا العالميه yeah. هي طبعا اكزامبل بيرفكت اكزامبل يعني مثال كثير يعني هو نموذج للدمج mm. بسبب حسن المعامله هم معاملتهم كثير منيحه و... وعن جد انهم زوج ويعني هم وفروا لي كل الوسائل يعني انهم يخلوا كل شيء اكسسبل لي و... وكمان يعني اشكر المعلمات والمعلمين آ... و... وجهودهم واشكر كمان ماما اللي هي اكثر حدا ساعدني مرحله التوجيه اللي دعمتني نفسيا ودراسيا واشكر كل حدا آ... كل حدا يعني كان بدعي لي وهيك يعني ينو... أنا, أنا كمان بدي أشكر عائلتك بدي أشكر أهلك والدتك السيدة أم مايا وأيضا والدك يعني لولا أكيد دعم أهلك يمكن مايا وملك ما قدرتوا توصلوا لهذا yes. المستوى أنا بدي أتمنى right. لكم كل التوفيق مرة ثانية so وألف okay. مبروك مايا وشكرا you. على حضورك معنا أنت وملك شكرا I'm أهلا وسهلا فيكي